بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب بكل الساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه خاصه جدا ان شاء الله النهارده من برنامج المطعم، حلقه استثنائيه عاملينها النهارده بمناسبه اوائل الثانويه العامه، وبمناسبه برضو الناجحين في الثانويه العامه. الف مليون مبروك ان شاء الله، وزي ما اتفقنا ودي الكلام دوت بيتقال بقاله 100 سنه، مش ده نهايه المطاف طبعا، هو ده مش نهايه المطاف، ده دي البدايه اللي لسه ان شاء الله بتبدا تحدد عليها مستقبلك، ولكن هي الواجهه بتاعت المستقبل ساعات بتتحدد من هنا من الثانويه، عشان كده الموضوع بالنسبه لاي حد بيبقى مهم جدا. فالنهارده عاملين تورتايه كده حلوه احتفاليه بيهم ان شاء الله النهارده، وبنقول مبروك لاوائل الثانويه العامه، علم الرياضه وعلم علوم والادبي والعلوم والتكنولوجيا. امبارح عرضنا كل الاسماء امبارح على الهواء في برنامج المطعم، وانت كمان انا هنكتب اسماء النهارده، لو اي حد محتاج ان انا اكتب اسمه او يعمل اي اهداء يتصل بينا دلوقتي من تليفون 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي، ويبلغنا الاسم على الهواء ويعمل التهنئه، وانا على طول هكتب الاسم بتاعته على التورتايه او جنب التورته اللي احنا هنبدا نشتغل فيها دلوقتي. عاملين كده حاجه كده احتفاليه كده، بص الوان سعيده عاملينها النهارده، عاملين تورته فاكهه ان شاء الله تعجبكم جدا، وعاملين اهداءات. هي حلقه مخصصه جدا لاوائل الثانويه العامه والناجحين في الثانويه العامه. كل سنه وانتم طيبين، ولا كل مجتهد نصيب، اللي نجح وذاكر واجتهد وركز هو اللي ربنا كرمه في الاخر. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وقبل ما نطلع فاصل برضو هنقدم قطع الجاتوه الحلوه ديت او قطع التورته ديت في اطباقنا، اطباق الجاتوه الخاصه براك، ودي الاطباق الشيك، هتلاقي دي الاطباق السوداء ما شاء الله بتاعتهم، وحتى ما نقوش عليها النقوشات يا جماعه الذهبي ديت اللي انتم شايفينها ديت، الحاجات دي كلها طبيعيه 100%، ما فيش اي حاجه كيميائيه داخله فيها، يعني النقوشات والحاجات الاتكالات اللي انتم بتشوفوها كلها على الاطباق ديت، دي كلها حاجات طبيعيه وما بتتفاعلش مع الاكل، عشان بس الناس تبقى عارفه. معظم الاطباق اللي بتلاقوها موجوده في السوق بتتفاعل الحاجات دي مع الاكل، لكن كل الحاجات والرسومات والنقوشات اللي موجوده على الطبق او البرادات ديت ما بتتفاعلش مع الاكل، عشان كده الطبق بيميزه حاجات كتير جدا اللي هو طبق صحي جدا. عندهم خط ساخن تقدر تطلب منه الحاجه من غير ما تخش على الفيسبوك اللي هو 155 24. هناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هنبدا عندنا في مهرجان عاملينه النهارده للناجحين في الثانويه العامه. الف مليون مبروك. فاصل ونخش في الموضوع. رجعنا تاني بعد الفاصل، عندنا اول حاجه الكيكه بنبدا نشتغل فيها دلوقتي، ولكن بس بيستوقفنا حاجات بسيطه كده واحنا شغالين وبنتكلم وبندردش فيها. طول بقالنا سنين بنتكلم منذ ظهور المدارس الخاصه والحاجات دي كلها، ولكن بنتكلم ان كل الاوائل اللي بيطلعوا من الاقاليم والارياف، صح ولا مش صح؟ غلطانه في الموضوع ده؟ بص على الاوائل كده اللي طالعين من سنين الموضوع ده، تلاقوا في الاخر اللي ما شاء الله غربيه، بني سويف، منيا، شرقيه، اسوان، اسيوط، سوهاج. امبارح وانا بقرا يعني بقرا الحاجات ديت وبشوف اوائل الثانويه العامه، لقيت كل معظم الاوائل من نواحي الصعيد او نواحي الدلتا، اقاليم وارياف. حاجه جميله، حاجه جميله، مش موضوع
مدارس خاصه. ما هو المفروض برضو انا في الاول في الاخر انا يا جماعه ما فوجئتني ما لقيتش حد من القاهره. انا بقى دي استغربت شويه ازاي؟ 2 جيزه وواحد قاهره. انا بتكلم عن القاهره نفسها. لما يكون في 50 واحد من الاوائل واحد بس يطلع من القاهره من الاوائل، فدي بصراحه حاجه برضو غريبه شويه بالنسبه لي يعني. يلا خش في الموضوع. عندنا الكريمه بقى. ناخد ام ايمن معانا. الو. ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا ام ايمن؟ عامله ايه يا غاليه؟ ازيك انت؟ والله يا نعمه. هلا يا هلا وغلا. تسلم لي يا حبيبي. عقبال انس. الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. يا رب تفرح بيهم، واحنا بقى نيجي نعمل التورته هناك بقى. يا نهار ابيض، ده انت تنوري. تسلم يا ذوق. الله يخليك يا ام ايمن. والله حضرتك عايزاك بقى تهني محمد اسلام المكاوي. ايوه مفتوح. ايوه يا احمد اسلام المكاوي. اسلام محمد اسلام المكاوي. ايوه ابن اخويا. ما شاء الله، الف مبروك. الله يبارك فيك. اهو بنعمل لهم احلى تورتايه اهو، يا رب تعجبهم ان شاء الله بقى. ها؟ بنعمل لهم احلى تورتايه والله احتفالا بيهم. ده هي اي حاجه منك حلوه. الله يبارك فيك يا رب، تسلمي. اي حاجه منك حلوه. شكرا. اسمهم بلسانك كده. شكرا يا ام ايمن، ربنا يخليكي. كل عائله مكاوي بنقول لها الف مليون مبروك على النجاح. ربنا يخليكي، تسلمي. شوية الفاكهة كده في النص كده، ونحط معاهم كريمة. نقوم جايبين عندنا الاسبونش التاني. بسم الله. ناخد معانا أم عمر. ألو. السلام عليكم. ازيك يا أم عمر؟ ازيك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. كل سنة وأنت طيبة. وأنت بالصحة والسلامة، ربنا يوفقك. بمناسبة عاشورة. أهلا وسهلا، ربنا يحفظك. بعد اذنك عايزاك تعمل تهنئه لحبيبه احمد مصطفى. طبعا طبعا. الثانويه العامه الحمد لله. ما شاء الله، الف مليون مبروك يا حبيبه، الف مليون مبروك، ما شاء الله. الف مليون مبروك، وكلنا هنا من برنامج المطعم بنقول لها الف مليون مبروك ان شاء الله، وهنكتب اسمها النهارده. كل الاسماء اللي انتوا بتقولوها ديت يا هاله بعد اذنك اكتبيها عشان ان شاء الله في الاخر هنكتبها. حاضر. احنا النهارده اليوم بس احنا مخصصين والله الاوائل الثانويه والناجحين في الثانويه العامه. هنا الشربات. ده انا واخد بتاع الكمبوت يا جماعه، بتاع الكمبوت والانس انا اخدته، الشربات ده هوت، وايه وبنسقي بالكيكه. مدام ناهد ازيك؟ ايوه. ازيك يا مدام ناهد؟ صباح الخير. يا صباح العسل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازاي حضرتك يا مدام ناهد؟ انا بتفرج عليك كل يوم. يا على دماغي والله، ده شرف لينا. الله يخليك. الله يكرمك. انا عايزه ابارك لحبيبتي شهد محمد سعد. شهد محمد سعد، ما شاء الله، الف مليون مبروك. واحنا بنعمل لها كمان تورتايه كبيره اهيت. الف مليون مبروك يا شهد. هلا ان شاء الله اللي عندنا في الاعداد الاستاذه هلا المحترمه هتكتب كل الاسماء ديت ان شاء الله في الاخر تديها لي ونبدا نكتبها ان شاء الله. والله حتى لو ما اتضتش هنكتب على الرخامه عادي. فاكهه مشكله بقى عندي. الله، مانجا بقى مع عنب مع شغل عالي. ما هو احنا قلنا بركه اللي انتوا يعني. انا قطعت الفاكهه الاول شرايح خدتها عشان اطلع بيها زين بيها، والباقي قطعته مكعبات يعني. كل بواقي الفاكهه خدتها مكعبات بالشكل ده عشان احطها في النص فتطلع في الاخر طعمها مش طبيعي. حته كريمه هنا وحته كريمه هنا، ولازم اعمل الحركه دي عشان لما اجي اقطع الجاتون بتاعي او اجي اقطعها قطع ما تفصلش مني. لازم اعمل كده الحركه دي اهي، شايفين؟ ماشي الكلام الجميل ده، ماشي الكلام. نقوم واخدين عندنا اخر طبقه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم حاطينها بالشكل ده اهو. نقوم شايلين عندنا ورقة الزبدة دي اهي. شغال. مين معانا؟ يا مسامر. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا مسامر؟
كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة وبالصحة والسلام يا رب. انا عايزة اعمل تهنئة لبنت ابني ملك محمد حسن. ملك محمد حسن ما شاء الله ثانوية عامة مدرسة السن. اي مدرسة السن الشرعية دي الثانية على المدرسة. ما شاء الله. اي هي دي الحاجات اللي تفرح بقى. هي دي الحاجات اللي تفرح. لا ده الشرقية عاجبين الشرقية الأيام دي. الأولى على البنات والثانية على المدرسة كلها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. محافظة الشرقية. ما شاء الله. ملك محمد حسن. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. الشرقية عاملة شغل السنة دي بلا شك يعني. تحية كبيرة جدا 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 لكل أهل الشرقية والله. ما شاء الله حاجة تدعو للفخر. الثانية على المدرسة حاجة حلوة قوي. ناخد مدام نبيلة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام نبيله؟ الله يسلمك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا اول مره اكلم حضرتك على البرنامج بصراحه على طول بتفرج على حضرتك. على دماغي والله يا ست الكل على دماغي. ربنا يحفظك. الله يخليك. انا مبسوطه جدا ان انا اتكلم مع حضرتك. ده والله ده شرف لينا والله. احنا اللي اتشرفنا. يعني حضرتك ممتاز بصراحه. ربنا يخليك يا فندم. بصراحه مبسوطه بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم. عايز اعمل تهنئه لابني حسن. طبعا اتفضلي. نجاحه في الثانويه العامه. ما شاء الله ما شاء الله. اخبار النتائج عندكم ايه؟ الحمد لله ولا ايه الدنيا؟ الحمد لله. لا كويسين الحمد لله. يا الحمد لله رب العالمين يا رب دايما. درجات كويسه. اسمه ايه؟ اسمه حسن؟ حسن عبد العزيز. حسن ظفر. حسن عبد العزيز الف مليون مبروك. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه يا رب. وتشوفي احسن واحد في الدنيا الله يخليك يا رب. اتفضلي. مع السلامة. هنا بقوم واخد بقى عندي طبقة الكريمة من فوق عشان بقى ايه نبدأ ندي الشغل العالي بقى من جوه فوق الايه الفاكهة والحركات بقى والشغل التمام. بجيب عندي الترانش اهوت. بص يا أستاذ حمدي بقى وناخد دي الأطراف دي مفيش حاجة تترمي دي. بقوم واخدها كده اهوت يا أستاذ حمدي وأقوم حاططها هنا على بواقي الكريمة اللي هنا عشان هعمل بوبس كيك في الآخر. وناخد مدام سيدة معانا. ألو. طيب معلش يا مدام سيدة اتصل بينا تاني. هنقوم واخدين دي كده من هنا برضو. كل الحاجات دي كده اهوت يا استاذ حمدي بناخدها ونحطها في البوله ديت وبقوم ضاربها في العجان. فاهمين ازاي؟ يعني بقوم واخدها تاني في العجان كده بمضرب الكف او بايديا بتطلع في الاخر زي الكوارت المدوره اللي احنا بنقول عليها البوبس كيك. تمام؟ مش عارف ايه اللي بيخلينا نلبس الجلافز والله مش عارف. لازم الحروف دي تتشال اهو. كل ده ولا يهمك ولا هيحصل اي حاجه. كل ده في الاخر هنعمله كويرات وهنحطه في الشوكولاته ونغطسه بالشوكولاته ولا حاجه هتترمي ان شاء الله يعني. بالعكس ده طعمه ده احلى بكتير كمان. هناخد دي كده ننضفها عشان الشغل الرايق بقى ايه هيبدا دلوقتي. هناخد اخر واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده يا باشا جاهزين بقى ايه للدلع. دي بقى الكيكات ديت اقوم واخدها ومديها للشباب جوه ويعملوها لي بوبس كده ويروقها لي. نضف بقى كما كنا. خلاص انا كده يعني يعتبر ايه خلصت الجزء المهم جدا في الكيكه. يبدا الجزء بقى اهم حاجه الاساس يبقى مظبوط. القعده دي مقاس 30 40 في 60 عشان نبدا ناخد عندنا الكريمه الثانيه يا استاذ زهله بسرعه. وناخد معانا ام عاطف. الو. السلام عليكم يا استاذ محمد. ازيك يا ام عاطف عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وانت طيبه بالصحه والسلامه. عايز ابارك لعاطف ابني اقول له الف مبروك النجاح عقبال الكليه يا رب. ما شاء الله الف مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك فيه يا رب. الله يبارك فيك. جاب 85%. ما شاء الله. ادبي ولا علمي؟ ادبي. زي الفل ما شاء الله. الحمد لله. خير. عايز ابارك له واهنيه واقول له الف مبروك وعقبال الكليه يا رب. خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله تشوفي احسن واحد في الدنيا. الله يخليك يا شيخ محمد عقبال اولادك يا رب. الله يكرمك يا رب ويصلح حالك يا رب. شكرا ليك. شكرا يا ام عمر. مع السلامه. حلو كده نضفنا كده الدنيا وروقنا الكلام في ايه هنا مش مشكله.
تعالوا بقى ناخد عندنا الكيكه ديت عشان هنبدا ان شاء الله نعمل لها نزلها المانجا كده ونروقها، ولكن بس هنجيب الكريمه معاك. بعمل اي حاجه يا حمدي من عندي بونتي مين معانا يا فندم؟ يا مدام فوزية ازيك؟ الو؟ ايوه معاك. ازيك يا مدام فوزية؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. انت معايا يا استاذ محمد؟ اه يا فندم سامعك، اتفضلي. ايوه ازيك، انا عاوز اعمل تهنئة لبنت اخويا عشان نجحت في الثانوية العامة. طبعا طبعا، اتفضلي. اسمها ايه؟ اسمها نسمة محمد. النسمة محمد، ألف مليون مبروك. ألف مليون مبروك، ربنا يبارك لك فيها. الله يخليك، ما تحرمش منك، ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها لك. احنا متابعينك على طول والله، بنتفرج عليك على طول. الله يحفظك يا ست الكل، ده شرف لينا والله. ربنا يخليك. شكرا يا فندم، مبروك لنسمة اللي لسه متابع وفاتح دلوقتي. احنا بنعمل احتفالية خاصة جدا جدا بأوائل الثانوية العامة والمتفوقين في الثانوية العامة إن شاء الله، والتورتاية دي بنعملها لهم إهداء كده بسيط جدا، إهداء بسيط جدا من البرنامج ومن قناة بي ان سي لكل الناجحين في الثانوية العامة. حتى لو عادين، لو عندكم أي حد عايزين تعملوا له إهداء تتفضلوا تعملوا له إهداء على الهواء، وبناخد اسمه كمان وهنكتب اسمه إن شاء الله في آخر الحلقة. مدام هدى ازيك؟ الو؟ ازيك يا مدام هدى؟ اهلا شيف محمد حامد. ازاي حضرتك يا مدام هدى؟ الله يعني كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. بشكرك على كل حاجه بتعملها كويسه في الله البرنامج. الله يخليك، الله يخليك ويبارك فيك يا رب. ويقبل انس يا رب في النجاح. ربنا يخليك في حياتك والله. عايزه ابعت تهنئه لحفيد اختي. ايوه. سيف عمرو الدرديري، عبد الرحمن الدرديري. سيف عمرو عبد الرحمن الدرديري، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك فيهم. 80% ادبي. ما شاء الله، ما شاء الله زي الفل، عسل. ما شاء الله، عقبال انس يا رب. يا رب يكرمك في حياتك، في حياتك والله، في حياتك ان شاء الله. شكرا شكرا لحضرتك والله. النتائج حلوه اهي، في ايه؟ يا مدام امال. اهلا، صباح الخير يا شيف محمد. صباح النور يا ست الكل، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا 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 بيك يا شيف محمد. الله يبارك فيك. الله يخليك، اتفضلي. الله يخليك. عايزه اعمل تهنئه لابني يوسف طارق لنجاحه في الثانويه العامه، علم رياضه 93.5. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الف مبروك. الله يخليك يا شيف محمد. الحلاوه دي. انس وحامد ان شاء الله. ربنا يحفظك يا ست الكل، الف مليون مبروك. اسمه ايه؟ سيف؟ يوسف طارق اسماعيل. يوسف طارق اسماعيل، الف مليون مبروك يا يوسف. عايزه حضرتك تهنيه على الهوا. يا نهار ابيض، ده احلى تهنئه ليوسف طارق اسماعيل. الله يخليك. وعايزه كمان، عايزه اعمل تهنئه لبنت اخويا ملك محمود. ملك محمود، اتفضلي. ملك محمود. علم علوم 92%. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك يا شيف محمد. وعايزه اقول ان التفوق لا ياتي صدفه. طبعا اكيد حضرتك مش واقف في المكان اللي انت فيه ده، الا انك بعد تعب وصبر وكفاح طويل. الحمد لله رب العالمين، ده فضل ونعمه، وهم لازم يسمعوا الكلام ده كويس والله. بس من تعب من حضرتك وكفاح، يعني التفوق لا ياتي صدفه. الحمد لله والله، الحمد لله، وربنا يوفقهم ان شاء الله ويصلح حال كل اللي بيتفرج علينا. شكرا لحضرتك جدا. مدام نجلاء ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله، فضل من عند ربنا. اهلا وسهلا. انا مش عايزه اقول لحضرتك انا من اشد المعجبين بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، كل اللي بتعمله. ربنا يخليك يا فندم والله، ده من ذوقك. ربنا يطمنا عليك ويسعدك دايما كده. ممكن يخليك. اقدم تهنئه؟ طبعا اتفضلي. ربنا يكرمك. عايزه لابن اختي محمد هاني. ما شاء الله، اتفضلي. ما شاء الله عليه، علم رياضه جاب 85%. زي الفل ما شاء الله. الحمد لله. وقدم تهنئه تاني لنور وائل زكي. ما شاء الله. وقدم تهنئه تاني بطل ثانويه عامه، ربنا يفرحنا بيه. وقدم تهنئه لعز اولاد اخواتي برضك. أيوة. احمد مدحت. احمد مدحت ونور مجد زكي، صح؟ نور وائل زكي ومحمد هاني. نور وائل زكي، ما شاء الله، بألف مليون مبروك والله. ربنا يبارك فيهم يا رب، ونفرح بيهم كلهم يا رب. ونفرح بحبايبكم كده يا رب. ان شاء الله يا رب والله، يا رب ان شاء الله. اللهم يا رب. امين. اللهم امين. والف شكر لحضرتك. شكرا شكرا لحضرتك والله، شكرا. عيني اللي بيبقى موضوع الثانويه ده، انا والله بقى مشفق جدا جدا اكتر من الاهالي. الاهالي بصراحه بيبقوا، الواحد بيبقى مشفوق عليهم جدا جدا ايام النتيجه ديت، بيبقوا قاعدين عيني على اعصابهم، مش متحملين اي حاجه تحصل.
فكان الله فهم بصراحة كل الأهالي غصب عنهم يا جماعة، يعني مهما قلتي ومهما نعيد ومهما نقول دي مش نهاية المطاف والحاجة دي برضو هي بالنسبة لهم دي، هو الأهالي كلهم كده مفترق طرق يعني في موضوع الثانوية العامة بالذات يعني. ربنا يصلح حال الجميع إن شاء الله. بس أرجع أقول في الأول في الآخر الأب والأم عليهم دور عامل والله يا جماعة رئيسي جدا جدا في موضوع النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية. شهد مين؟ شهد هشام الفولي، تهنئة خاصة جدا جدا للأستاذة شهد دكتورة إن شاء الله كده. ها إن شاء الله بنت عمنا وحبيبنا الأستاذ أحمد شحاتة بنت أخوه، ألف مليون مبروك وإن شاء الله تشوفها دكتورة قد الدنيا. يا مدام سونيا إزيك؟ السلام عليكم. إزيك يا مدام سونيا؟ محمد إزاي حضرتك؟ إزيك يا ست الكل عاملة إيه؟ أنا وإنت طيب. وإنت طيبة بالصحة والسلامة. والحاجة طيبة ومامة أنس وحامد يا رب. الله يكرمك، الله يخليك يا رب. شوفهم في أحسن حال ومتفوقين كده إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم بحياتك والله. بصراحة أنت شيف متميز جدا. ربنا يخليك. كل حاجة ربنا بصراحة. ربنا يخليك والله ده من ذوقك والله. أنا ما أريش حاجة للقناة بنراها مفروض على فكرة. حبيبتي والله ده شرف لينا. ما تفرجش على الحاجة اللي عليكم والله ربنا كلكم ما شاء الله عليكم بصراحة. ربنا يخليك والله ده شرف لينا والله ست الكل. الله يكرمك الله يكرمك. الله يخليك. عايزة أعمل تهنئة بقى لأولاد أختي نهلة. طبعا اتفضلي. آية محمد آية أحمد جابر. آية أحمد جابر. صيدلة بكالوريوس صيدلة بامتياز إن شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ألف مبروك ألف مبروك. الله يعزك تعمل لها تهنئة وزياد أخوها زياد أحمد جابر ثانوية عامة ما شاء الله متفوق برضه. ما شاء الله ربنا إن شاء الله تشوفهم أحسن ناس في الدنيا ألف مليون مبروك كل الأسماء بتتكتب إن شاء الله. تهنئة بقى حلوة كده منك آية أحمد جابر وزياد أحمد جابر. أحلى تهنئة من برنامج المطعم وأسر قناة بي إن سي لآية أحمد جابر وزياد أحمد جابر. شكرا ليك. ربنا يفرح قلوبكم جميعا والله. هنجيب بقى ايه خلاص احنا كده يعني طبعا هي دي اكتر رصه بتاخد وقت معايا اللي هي الحروف بتاعه الكيكه ديت ببدا ان انا اشتغل فيها وبعد كده ابدا ان انا اعمل ايه على المانجا ديت اكتر حاجه تظبط معايا الالوان بقى الاصفر يخش على طول مع الاحمر او الاسود فايه اللي محتاج هنا البرقوق بالظبط يا حمدي الله ينور هنخش على طول على الايه البرقوق اهوت اقوم واخد دي كده ممكن نستنى شويه البرقوق يا حمدي كده نقوم واخدينه ونبدا ان احنا نرصه هنا على الحروف هنا شكل شيك كده من ازاي كده اهو حاولي بس تكوني المسافات كلها تكون قد بعضها عارفه ليه لما تيجي تخلصي الكيكه في الاخر بتلاقي الحاجه شكلها حلو انا بس ديت وقعت كده مني فبعملها كده تاني يلا بينا هناخد فاصل كده صغير ان شاء الله بنعمل تورتايه لاوائل الثانويه العامه والمتفوقين في الثانويه العامه والاهداءات كلها اللي انت بتبعتوها لنا على الهواء على 2600 من اي تليفون محمول او 0900 900 من اي رقم ارضي تقدروا تواصلوا من خلال الرقم ده واحنا ان شاء الله بنوصلكم على طول وبنقول الاهداء ده هنكتبه في الاخر على الرخامه نشوف الدلع ده ولكن بعد الفصل
ورجعنا تاني بعد الفاصل بندي كده كريمه كده من الجنب كده الاول، وبعد كده حطينا على المانجا بعد ما رصيناها رصينا البرقوق. طيب نخش على الكيوي. كل بص معانا، احنا معانا الاسماء كلها ما شاء الله، هي كل الاسماء معانا قدام حضراتكم اهي اللي هنبدا ان شاء الله اللي احنا نكتبها. انت نسيتي الورقه يا هلا ولا انت جايبها لي عشان اكتب؟ لو عايزه اوكي، لو عايزه تكملي ما فيش مشكله، احنا كده كده هنكتب اخر سيجمنت براحتك اهي. هناخد عندنا الكيوي بقى، نبدا نرص من هنا. يعني الاصفر مع الاحمر مع الاخضر بيدوا في الالوان حاجه حلوه جدا. جميل، فرص عندنا الكيوي. زي ما حضراتكم شايفين مع البرقوق. يا مدام سيدة، يا مدام سيدة، السلام عليكم. ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا مدام سيدة، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الله يديك الصحة. الحمد لله بخير. عايزة اعمل تهنئة لحفيدتي ملك. ما شاء الله، اتفضلي. ملك سيد حسن. ملك سيد حسن؟ جايبه 75%. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها، تشوفي احسن واحده في الدنيا. الله يخليك يا شيخ محمد، الله يخليك، ربنا يبارك لك فيها يا رب. اعمل لها تهنئه انت بقى. ده احلى ملك في الدنيا، ملك حسن، بنقول لها الف مليون مبروك. ملك سيد حسن. ملك سيد حسن. ملك سيد حسن من تيتا سيده بتقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيها. يا سلام، على السلامه. على السلامه مدام اماني. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مدام اماني؟ ازيك يا شيخ محمد؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. يا صباح النجاح ثانويه عامه. صباح العسل يا ست الكل، صباح العسل. ايه بقول كفاره لكل طلاب ثانويه عامه. ايوه بجد والله كفاره. والله كان الله في عونهم بصراحه، والله كان الله تحت الضغط طول السنين، تحت الضغط. الحمد لله ربنا كان معانا ابن عمته وابن اختي باشمهندس ان شاء الله ابراهيم زكي شعراوي. ما شاء الله، ربنا يبارك. وعندنا برضو اروى اسامه. ايوه. بنت اخت خطيبه ابني. ما شاء الله، ربنا يبارك فيها. اروى ما شاء الله عليهم، ربنا يا رب يسلل نجاحهم كده بالبال. يا رب يا رب ان شاء الله، ربنا يتمنوها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يبارك فيهم. وعقبال كده يا رب كده انا في حالي. الله يخليك في حياتك والله. حياتكم ربنا يخليك. ان شاء الله تعمل لهم حفله كبيره كده على الهوا ان شاء الله. يا رب يكرمك، تسلمي، اشكرك. يا رب كلك ذوق والله، كلك ذوق، ربنا يحفظك. شكرا لحضرتك جدا، مع السلامه يا ست الكل. هنا بقى خلينا نقسم دي على اتنين، كومبوت اناناس. انا بس عايز اعتذر على الحركه كده يا حمدي، بعملها على الهواء لكن بتبقى والله بس عشان الساده المشاهدين، بتبقى غصب عني، اللي هو الايربيس ساعات بيطلع فالناس تفتكر ان انا بحط ايديا في وداني. لا، بس هو الايربيس ده السماعه دي ساعات بتطلع، فساعات بعمل كده عشان بس ايه الناس ما بتبقاش واخده بالها من الحاجات والتفاصيل الصغيره دي وممكن ياخدوها علينا وكده. ف تلتمسونا العذر بقى، احنا قاسين جدا والله على اللي بيحصل يعني، بس بتبقى غصب عني انا من انا. الله يخليك. طول ما انت مونت جنبك مش هتنفع. شكرا يا استاذ حمدي. مين معانا؟ مدام ياسمين، ازيك؟ انا الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا بحبك جدا قوي 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 يا شيخ محمد. ربنا يخليك يا مدام ياسمين. وبحب اكلك والله، وبحب اقعد اتفرج عليه كل شويه. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. عاوز اعمل بس تهنئه لرحمه محمد الاباصيري. طبعا، التهنئه لمين؟ لرحمه محمد الاباصيري. تهنئه لرحمه محمد الاباصيري. ثانويه عامه؟ ناجحه في الثانويه العامه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. يا رب. اكتبيها هلا بقى، ماشي، شكرا لحضرتك، واحنا كمان بنعمل لها تهنئه من هنا من برنامج. كومبوت اناناس، خلي بالك بقى نبدا ايه، نبدا نعمل نشتغل بقى في ايه، شويه مهرجانات بقى نعملها على الايه، على الفاكهه دي. متعه يا متعه، انا بحب جدا جدا المنكات اللي بحبها جدا، كانت الفاكهه
تفضلي تستمتعي بيها كده. عندك اي فاكهه رصيها؟ الرصه على فكره برضو تكون بمعلمه، يعني تكون الرصه كلها تكون زي بعضها، او التقطيعه تكون زي بعضها عشان في الاخر الشكل يطلع جمالي في الاخر. اعتقد كده كفايه. اخر واحده بس هناخدها البرقوق، يعني اخر واحده هكسر بيها البرقوق، بعد كده نبدا نشتغل عندنا في الشغل اللي هو هوريهولك دلوقتي، اللي هي الخرشوفه بقى والحاجات الجميله اللي احنا بنقدر نعمل اشكال بيها بالفاكهه، واوريها لك دلوقتي بنشتغل بيها ازاي. ناخد مدام ساره. الو. الو يا مدام ساره، ازيك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. معلش يا استاذه ساره، حاولي اتصلي بينا تاني، والله احنا مش التليفون فصل من عند حضرتك. اهو ناخد ام احمد معانا. الو. السلام عليكم. ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا ام احمد؟ الله يسلمك. الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير، صوم طيبه. الحمد لله. انا عندي تهنئه، انا اول مره اكلم حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايز ابعت تهنئه لدنيا ودينا توأم الثانويه العامه. ما شاء الله، دنيا ودينا توأم. ها ما شاء الله. ثانويه عامه 75%. زي الفل ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. ربنا يخليك يا رب، وتشوفهم احسن ناس في الدنيا يا رب ان شاء الله. وانا بحبك قوي وبحب بتفرج عليك كل يوم. حبيبتي والله، حبيبتي والله، ربنا يخليك. يخليك يا رب. شكرا. انا تيتا، انا التيتا بتاعتهم. ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل. انا المتشكر. ربنا ولادك يا رب. ربنا يخليك في حياتك والله. يا رب يخليك. شكرا. مع شكرا. الف سلامة. مع السلامه يا ست الكل، مع السلامه. هتضيف هنا. مدام سلوى، ازيك يا مدام سلوى؟ اهلا اهلا. ازيك يا مدام سلوى، عامله ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يحفظك. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله بخير يا مدام سلوى. والله كل حاجتك حلوه ودايما دايما نتفرج عليك وكده. ربنا يخليك يا مدام سلوى، والله ده من ذوقك. عايزه ابارك لماريا العراقي. طبعا. اسمها ايه؟ ماريا محمود العراقي. لاريا؟ ماريا، ماريا محمود العراقي، ما شاء الله، اتفضلي. ايوه، انا كنت في الثانويه العامه واخواتها انس وحبيبه. ايوه. بكالوريوس اداره اعمال ومدير معلومات. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. الف ونكتب اسمائهم. بارك لهم، بارك لهم وتهنيهم. ده انا لازم احلى تهنئه باذن الله. حاضر. هنكتب دلوقتي، بنكتب دلوقتي كل الحاجه اسماء ديت ان شاء الله، وبنبدا اللي احنا ان شاء الله نعرضها عليكم وهنكتبها لكم اخر سيجمنت معانا. حاضر. مبروك. شفت التفاحه دي تقطعها كده، تقومي ضغط عليها كده وبعد كده بايديا وتقمينها زي مروحه كده، تقدري تلفي اهو تطلع عندك بالشكل ده. تقومي واخداها وتقومي حطها هنا. ناخد عندنا التفاح الاحمر ده، شفتي اخر حاجه بشتغل بيها التفاح عشان ما يكسدش معايا، وعشان واحط على طول عليه الجيلي. وناخد معانا ام احمد. الو. السلام عليكم. ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا ابني، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ست الكل. انا اول مره اتصل، وانا بهنيك، وانت انسان محترم جدا. ربنا يخليك والله، وبال ما تفرح ان شاء الله بنجاح ولادك ان شاء يا الله. يا رب في حياتكم، والله في حياتكم. الله يخليك. انا بهني بقى احفاد الاثنين. مين ومين؟ اتفضلي. سهيله وليد محمد. ما شاء الله، سهيله وليد محمد، ومين تاني؟
ومروان وروان وروان فتحي زيد. وروان فتحي زيد احلى تهنئه. مروان ما شاء الله جاي 93% وسهيله جايبه 88%. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم يا رب وتشوفهم احسن ناس في الدنيا. شكرا لحضرتك. هنا انا ناس الشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. اجيب اتنين كده نقوم ايه عاملين كده حطينا بالشكل ده واجيب بالشكل ديت. مؤشرف ازيك؟ ايوه ازيك يا استاذ محمد. ازيك يا مؤشرف عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه بالصحه والسلامه. عقبال ولادك كده وانت طيب. في حياتك يا ست الكل. الله يخليك. الله يخليك ويبارك فيك. عايز ادينا دينا اشرف جابت 70%. ما شاء الله دي يا استاذه دينا الف مليون مبروك. الله يبارك لك. حاضر هعمل لك والله تهنئه حالا واكتب لك اسمها. حاضر. عقبال ولادك. في حياتك والله ربنا يحفظك. ربنا يخليك. شكرا شكرا. مع السلامة يا حاج. الصفة اللي انت بتعملها. الله يخليك اتفضلي. شكرا لحضرتك ده اقل حاجة نقدر نعملها لهم والله. تعالى نعمل عندنا خرشوفة المانجا الجميلة ديت اهي. وما وصلتش طبعا لحد الجلد تحت. واجيبها كده بالعكس اهيت. حطينا هنا وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الايه؟ البرقوق يا استاذ حمديكا. ام انس ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام انس؟ ازيك يا سيد محمد حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير ربنا يحفظك. والله احنا بنشكر حضرتك جدا على كل الوصفات اللي بتقدمها لنا. ده من ذوقك والله شكرا. ربنا يخليك. وعايزه اعمل تهنئه لبنت اختي ندى نصر احمد. ندى نصر احمد؟ ايوه. اتفضلي احمد. اتفضلي. الثانويه العامه. الف مليون مبروك. الف مبروك ما شاء الله. الله يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في صحبه اولاد حضرتك يا رب. ربنا يبارك فيها يا رب ويشوفها احسن واحده في الدنيا يا رب وتفرح باولادك. ونشكرك جدا على كل الوصفات اللي بتقدمها. شكرا لحضرتك والله ربنا يخليكوا ليا والله. والله ربنا يخليكوا ليا ويا رب نكون قدرنا نفرحكم النهارده والله. سلامنا لكل الزملاء والشيخ مينا وكل زمايلنا. الله يخليك يا فندم شكرا ويوصل ان شاء الله. بارك الله فيك مع السلامه. هنا البرقوق بص كده ابص بعمل دي كده وباخدها كده وبقوم ايه واخد دي كده كده اهو بميل كده وتقوم واخدها كده سهله جدا اهي اهي كده اهو وتقوم واخدة دي كده جميل تقوم مطلعها كده عشان تبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. ناخدها ونروح فين؟ عند الباشا ديت ونقوم حاطينها هنا ماشي. ناخد مدام ليلى. الو يا مدام ليلى. ايوه. ازيك يا مدام ليلى؟ ايوه انا. ايوه يا فندم سامعك. ايوه شيخ محمد ازيك؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك كله تمام. انا اول مره اتكلم. ده على دماغنا والله. اهلا وسهلا. الله يخليك. عايزه ابعت تهنئه لابن ابني يلا. وابن ابن اخويا. اتفضلي اسمهم ايه؟ قولي اسمهم عشان نتكلم. عمرو عادل حامد. عمرو عادل حامد. اه ومين تاني؟ وادهم وائل سعيد. وادهم وائل سعيد. احلى تحيه من البرنامج ومن حضرتك وان شاء الله يكون وصل لهم التهنئه. وهنكتب اسمهم دلوقتي حاضر من عينيا الاثنين. شكرا شكرا مع السلامه. هنا بقى العنب نقوم واخدين العنب ده حاطينه هنا كده. والعنب برضو الابيض حاطينه هنا برضو. المشمش الجميل هنرصه كده اهو. خلينا ناخد فاصل بقى صغير وبعد
بعد الفاصل هنبدا ان شاء الله نكون خلصنا الكيكه ونعمل لها الجيلي بتاعها، وبعد كده نبدا نحط لها الديكور الجميل اللي احنا نبدا نشتغل بيه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. خلصنا الكيكه بتاعتنا ما شاء الله، خدت الفاكهه تمام بتاعتها، وزي ما انتم شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي اهيت كده خلاص. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبمناسبه عاشوره طبعا تسوع عاشوره، النهارده صيام وبكره صيام. كل سنه وحضراتكم طيبين، والنهارده دي عاملينها بمناسبه احتفاليه الثانويه العامه واوائل الثانويه العامه. خلينا نكتب بقى الايه الاسماء بتاعتنا. هنعرض دلوقتي يا جماعة، عشان الإهداء ده معمول ليهم بصراحة، هنعرض دلوقتي صور رحمتي الأوائل الثانوية العامة، علم رياضة والأدبي وما شاء الله أيوة الشعب قدام حضراتكم اهيت. دول الأوائل العشرة الأوائل من كل الشعب الموجودة في الثانوية العامة. ألف مليون مليار مبروك. الواحد بيبقى فخور جدا جدا لما بيشوف حاجات زي كده. ينفع نكبر أكتر يا حمدي ولا أنا مش شايف من عندي؟ باينة. تمام تمام يا خير، تسلم ايدك والله. يلا اللي بعده. ألف مليون مبروك هنكتب بقى ايه من الاسماء اللي جات لنا. يلا طبعا هكتب اول اسم بس يا جماعه، شهد. الف مليون مبروك يا استاذه شهد، قلوب اهيت، قلوب كتير، يلا قلوب كتير. مين شهد تاني؟ هشام الغولي، خلاص احنا جبنا شهد. عمر، قلوب للأستاذ عمر. مين تاني؟ عندنا ملك. يا حاجة نادية. ألو. ازيك يا حاجة نادية؟ ألو يا بنتي، أنا طالبة بقالي كتير. أنا آسف والله، أنا بعتذر، بعتذر، كان في فاصل والله. ألو. مدام سلوى ازيك؟ ألو، ازيك يا شيخ محمد؟ ازاي حضرتك، عاملة إيه؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. بمناسبة عاشورة. الله يخليك يا رب. عندك حد إهداء هو تكتبه بالمرة؟ أيوة عايز أعمل إهداء. يلا نكتب أهو على طول أهو.
حبيبتي حبيبه عمته ندى. ندى اهي الف مبروك. ندى اهي ندى اهي ندى الف الف مبروك على النجاح يا ندى. الف مليون مبروك يا ندى، وهوت احلى اهداء اهو. يلا بينا. معلش تاني تاني، وعقبال الشهاده الكبيره. وعقبال الشهاده الكبيره يا استاذه ندى. شكرا ليك حسن عبد العزيز. بسملة اهي، بسملة احلى بسملة في الدنيا، ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك. حسن عبد العزيز اهو، قلوب كتير لحسن. الف مليون مبروك يا حسن. مين تاني؟ محمد ونور. محمد محمد مين؟ محمد هاني. نور وائل زكي. نور نور وائل زكي. عندنا مين تاني؟ عندنا احمد مدحت واي احمد جابر. احمد اي احمد جابر اهو، وكل ده ينزل على السوشيال ميديا عندنا النهارده في القناه، الاسماء دي كلها. اي احمد وزياد احمد جابر برضو. يلا زياد ونسمة محمد. نسمة نسمة محمد عاطف. نسمة محمد لوحدها وعاطف لوحده اهو. عاطف عاطف كل سنة والله ربنا مقطعنا عادة، بحاول ان اعمل الموضوع ده، بنكتب اسماء الفائزين كلهم واسماء الناجحين كلهم على الرخامة، بحاول افرحكم باي حاجة اللي اقدر عليه بعمله. مين تاني؟ يوسف كلبنا يوسف على فكرة. يوسف طارق اهو والله اهو. مين؟ عندنا ملك سيد حسن وابراهيم الشعراوي. ملك قلوب كتير لملك. ومين تاني؟ ابراهيم الشعراوي اهو. ابراهيم الشعراوي. اروى اسامه. اروى الف مليون مبروك يا استاذه اروى. بعد كده الاستاذه رحمه الاباصيري. مين تاني؟ دينا ودنيا توأم اهي. دينا تمام ودنيا ماريا العراقي. ماريا يلا بينا. مين تاني؟ احنا بصوا ايه، انا والله هلف لكم. مين تاني؟ سهيلة. سهيلة ولي. مين تاني يا استاذه هلا؟ سهيلة. مروان معايا فلوس حمدي بيد عليا دلوقتي. دينا اشرف. بكسر قواعد البرنامج. مين تاني؟ وندى اشرف. والاسماء كده كل اللي انتوا بعتوها لنا بنكتبها. هنكمل والله، انا لسه هكمل وهنزلها لكم فيديو ان شاء الله على السوشيال ميديا على الخاصه بالقناه. يا رب نكون ان شاء الله فرحناكم النهارده. مليون مبروك، كنا عاملين احتفاليه خاصه جدا جدا لاوائل الثانويه العامه والناجحين بالثانويه العامه، بنقول لهم الف مليون مبروك وكل سنه حضراتكم طيبين برضو بمناسبه تسوعه وعاشوره، صيام النهارده وبكره ان شاء الله. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.